بس ما اخد كلام كابتن بلال، خلينا نروح لحكمنا الدولي الكبير كابتن ناصر عباس، برضو نعرف رايه في طاقم التحكيم لهذه المباراه. كابتن ناصر، ازاي حضرتك؟ تحياتي ليك كابتن اسلام، وتحياتي لضيفك الكرام الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرابي والكابتن احمد بلال. اهلا وسهلا. بنقول الف الف مبروك للنادي الاهلي على الفوز النهارده، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الفوز في المباراه القادمه. طيب طب يعني عايز اعرف برضو راي حضرتك النهارده في طاقم التحكيم لهذه المباراه فيكتور جوميز، وبعدين نبقى نتكلم بقى اكمل كلام مع حضرتك. اتفضل يا كابتن. اولا كابتن اسلام، النهارده بالنسبه للحكم فيكتور جوميز، عايز اقول النهارده ان الشخصيه التحكيميه النهارده كانت موجوده للحكم. زي ما قلنا الشخصيه التحكيميه هي اللي تدير وتحكم في نفس الوقت. عندنا احيانا بيبقى في حكم يحكم مباراه فقط، وعندنا حكم يدير ويحكم. هو النهارده كان عنده شخصيه تحكيميه الحقيقه، طبعا ادار المباراه بامتياز. النهارده كمان عنده فهم الجيد للقانون كره القدم. عايز اقول حاجه مهمه كابتن اسلام، ان هي كمان الشخصيه بتدل على القرارات. يعني هو في الدقيقه 3 تقريبا من الشوط الاول اشهر بطاقه صفراء للاعب نجم الساحلي محمد بن عمر، ودي كانت نتيجه استخدام الذراع. وهنا هو لم ينظر ابدا للتوقيت بتاع الانذار، او ان هو الانذار بدري، هو لم يتردد في ان هو اشهر بطاقه، وكان قرار صحيح جدا جدا. بعديه على طول لما لقى في اعتراض من الجهاز الفني للنجم الساحلي، راح الاول وحذر، وكان هادي جدا جدا مش منفعل، حذر المدير الفني، وجه في الدقيقه 79 اشهر بطاقه صفراء طبعا نتيجه من الاعتراض. عايز اقول حاجه مهمه كابتن اسلام، النهارده كان معيار احتسابه للاخطاء الفنيه والعقوبات الانضباطيه كان صحيح بشكل كبير. بختلف معاه بس باستثناء انذار مروان محسن اللي هو كان في الدقيقه 80، اعتقد هو كان انذار غير مستحق، لان هو مروان هنا كان بيلعب على الكره ولم يرتكب مخالفه بالسلوك بتاعه. كمان في الميزه النهارده كمان هو استخدم اللياقه البدنيه بكل عناصرها يا كابتن اسلام على مدار شوطي اللقاء، استخدم السرعه القصوى في والتواجد في المكان الصحيح لحظه ارتكاب المخالفات، كان تعاون نموذجي بينه وبين الحكام المساعدين، المساعدين كمان قدموا مباراه بشكل كبير جدا جدا، باستثناء حاله واحده بس في الشوط الاول عند المساعد رقم واحد. بشكل عام التحكيم نجح النهارده كابتن اسلام، وقلنا دايما الحكم لما ما بنحسش بيه في اداره المباراه هو كان ناجح. وهو ده اللي دائما ما يطلب بيه يا كابتن ناصر النادي الاهلي، او ما يطالب بيه النادي الاهلي دائما، وهو التحكيم العادل. انا ولا قلت ان انا عايز كذا، ولكن انا كل اللي بقوله ان انا عايز حكم عادل يديني حقي ويدي للفريق الثاني حقه برضه. ممتاز، باكد على كلامك كابتن اسلام. هقول حاجه كمان مهمه يمكن كنت هقولها، النادي الاهلي النهارده كمان اداء النادي الاهلي والتزام اللاعبين واحترامهم للقرارات التحكيميه هم برضه كانوا سبب كبير جدا في نجاح الحكم. يعني كمان النهارده الاداء النهارده النادي الاهلي من الفرق اللي هي ما بتعترضش، ما بتحترم قرارات التحكيميه، والنهارده كان اداء النادي الاهلي النهارده بشكل كبير كان في اداء الحكم. انا بتمنى حاجه بس كابتن اسلام، ان يكون هذا التحكيم موجود في المباراه القادمه، وده مهم جدا. المباراه والحكم المغربي اللي ادار مباراه الاسماعيلي والاتحاد هو اللي هيدير، رضوان جيد. عايز اقول حاجه برضوان جيد، اتفضل. من الحكام اللي هم حكام النخبه الافريقيه اللي هم عندهم مرجع شخصيه كابتن، ولم يتاثر باي ضغوط جماهيريه، لم يتاثر بعمل الارض. ويمكن احنا عاوزين زي ما حصل النهارده فيكتور جوميز النهارده ادى بشكل ممتاز، نتمنى ان رضوان جيد الحكم المغربي لم يتاثر بالضغوط اللي موجوده، لان زي ما قلت ان الحكم وشخصيه الحكم بتفرق كتير جدا جدا في العداله التحكيميه. انا بشكرك جدا يا كابتن ناصر وجودك معانا، يعني اعتقد